السلام عليكم طلابنا طلاب الصف الرابع في مدرسه اطفال الرمث النموذجيه، اليوم عندنا الوحده التاسعه عشر اللي هي وحده المحيط والمساحه، سوف نبدا اليوم بالمحيط، نتعرف على هذا المصطلح في الرياضيات، ما هو المقصود في المحيط؟ المحيط للاشكال بشكل عام هو عباره عن مجموع اطوال الاشكال. فننظر الى هذه عندنا شكلين هو المربع والمستطيل، لو حكينا شو يعني محيط المربع؟ لو تعتبر انه المربع هون هو عباره عن قطعه ارض وبدي اعمل لها سياج كما في الشكل، فان طول هذا السياج يساوي محيط المربع، اذا طول السياج شو يساوي؟ يساوي محيط المربع اذا طول السياج يساوي محيط المربع فالمحيط هو عباره عن مجموع اطوال الشكل مجموع اطوال الشكل يعني هذا هذا الضلع زائد طول هذا الضلع زائد طول هذا الضلع زائد طول هذا الضلع بعطيني محيط المربع كذلك المستطيل بدنا محيطه هو مجموع اطوال شكله الآن المحيط الكلمات اللي بتدلنا عليه اللي هي السياج، الجدران والشيك، كلها نفس المعاني لا بالنسبة للمحيط بتعبر لنا عن المحيط. والمحيط هو عبارة عن مجموعة أطوال الشكل. مفهوم يا رابع؟ احنا رح نختص بالذكر محيط المربع ومحيط المستطيل بالتفصيل أيضاً في الدرس الثاني. الان انتقلت الى كتاب الطالب بس لتوضيح بعض الاشياء اللي احنا المحيط في الدرس المحيط واحد راح يتحدث عن محيط الاشكال المرسومه في شبكه مربعات، شو يعني شبكه مربعات؟ مثل هذا الشكل انه في عنا ورقه مقسمه الى مربعات متساويه ونرسم عليها شكل وبدنا محيط هذا الشكل مثلا هون هذا شكل المظلل لون ازرق بدنا محيطه فالمحيط هو عباره عن مجموع اطوال الشكل يعني طول هذا الضلع زائد طول هذا الضلع زائد طول هذا الضلع، طب شو يعني ضلع؟ الضلع يا رابع هو عبارة عن خط مستقيم له نقطة بداية وله نقطة نهاية فعندما يبدأ أو ينتهي يكون لي ضلع فبدنا مجموعة أطوال هذا الضلع من عد هدول طول هذا الضلع كم؟ بعد المربعات المرسوم عليها الضلع واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة فطول هذا الضلع خمسة او عفوا خمسة نيجي هون طول هذا الضلع واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ايضا خمسة نيجي هون كم طول هذا الضلع اثنان ليش واحد اثنان طب هذا الضلع واحد طب هذا الضلع واحد اثنان طب هون واحد اثنان ثلاثة طول هذا الضلع هنا ننسى شاي اربعة وهنا واحد اذا ما ننسى طول هذا الضلع واحد عفوا وليس اربعة فالان بدنا مجموع اطوالهم عشان يطلع معي المحيط فبنجمع واحد زائد واحد اللي هي اثنين زائد واحد ثلاث نجمع واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ثلاث ثمانية واثنين عشرة وعندك خمسة وخمسة عشر إذا رح يكون محيط هذا الشكل هو عشرين إذا محيط هذا الشكل هو عشرين مربع ماشي يا رابع مجموعة أو محيطه عشرين الآن في عنا توضيح أيضا بأنه هاي الضلع هو عبارة عن له نقطة بداية وله نقطة نهاية لو حكيت لك يا رابع بدنا محيط هذا المربع هاي طول ضلعه واحد إذا هاي أيضا واحد وهاي أيضا واحد لأنه مربع أضلاعه متساوية فمنحكي واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد ويساوي أربعة محيطه الآن رح أنتقل إلى مثال الموجود عندنا هون عنا مستطيل مرسوم على شبكة راح انتقل الان الى هذا المثال مستطيل مرسوم على الشبكه وبدنا محيطه بنشوف اول شيء اضلاعه هي هون عندنا ضلع. واحد ضلعين ثلاث اربعه كم طول هذا الضلع؟ واحد اثنين مرسوم على مربعين اذا طوله اثنين وهون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة اذا مرسوم على خمس مربعات وهنا الطول واحد اثنين مرسوم ايضا على خم... آه، عفوا على اثنين وهون واحد اثنين ثلاث اربعة مرسوم على خمسة على 1 2 3 4 5 على 5 مربعات فبدنا محيطه بنجمع 2 زائد 5 زائد 2 زائد 5 2 زائد 5 زائد 2 زائد 5 2 و5 7 و 7 14 محيط هذا المستطيل بتلاحظ انه المستطيل له نفس الطول وله نفس العرض له طولين وله عرضين ركزوا معنا له طولين وله له طولين وله عرضين نفس الاشي عنا هون المربع بدنا محيط هذا المربع لنعرف كم طول ضلعه المربع احنا بحاجة معرفة طول ضلع واحد إله لانه جميع اضلاعه متساوية فبعدهم واحد اثنين ثلاث فطول ضلعه ثلاث اذا هون ثلاث وهون ثلاث وهون ثلاث فمجموع اطوال اضلاعه نجمع ثلاثة اربع مرات وتساوي 12 إذا مجموع أطوال أضلاعه 12، ماشي يا رابع؟ إذا مجموع أطوال أضلاعه هنا عندنا 12، هيك بنكون أخذنا مربع مرسوم على واحد على شبكات وهون مربع مرسوم على شبكة مربعات. ننتقل إلى كتاب التمارين الآن ونبدأ في تحدي واحد. كتاب التمارين عنا، أوجد محيط الشكل المظلل في الش- الشكل المظلل في كل من ما يأتي. في عنا مربع مرسوم على شبكة المربعات، بدنا محيطه. حكينا كل ضلع بدنا نحسب كم طوله حسب المربعات المرسوم عليها، مثلا هذا الضلع هي بما أنه مربع متو جميع أضلاعه متساوية، نتأكد هذا مرسوم على مربعين، إذا طوله اثنين، وهون طوله أيضا اثنين، وهون أيضا طوله اثنين، وهون مرسوم على مربعين أيضا طوله اثنين. إذا شو ماله هذا المربع؟ أضلاعه طول ضلعه 2 إذا راح يكون 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2. كم الإجابة؟ 2 و2 4 و2 6 و2 8، إذا طول هذا محيط هذا المربع هو 8 وحدة طول ليش وحدة طول؟ لأنه احنا بتختلف، ممكن تكون سنتيمتر، ممكن تكون متر، ممكن تكون ديسمتر، حسب شو هو الطول المعطى عندنا، لكن احنا درس اليوم نحكي بشكل عام بس لنفهم كيف بنطلع المحيط، أما الواحد راح يكون في الدرس الثاني كيف تفصيل الوحيط. بحد. نيجي لمحيط هذا الشكل محيط هذا الشكل هو الواضح انه مستطيل اذا هنا نعد كم طول هنا طولها اثنين هون واحد اثنين ثلاث اربعة هون اربعة هون واحد اثنين هون واحد اثنين ثلاث اربعة اذا طول اضلع اثنين اربعة اثنين اربعة فبنجمعهم فبطلع عندك ستة زائد ستة اتناش ستة زائد ستة اتناش نروح الآن لتحدي اثنين فرع اثنين او راح اترك لكم اياه واجب تحدي اثنين فرع اثنين واجب بيتي رابع بالنسبة الى تحدي ثلاث تحدي ثلاث بحكينا من نستخدم شبكة المربعات الاتي لرسم شكل محيطه 35 وحدة طول محيطه 35 وحدة طول نلاحظ انه هون العدد فردي ما في عنا اي مشكلة يعني هسه راح ارسم لكم اياه الآن ننتقل إلى تحدي ثلاث استخدم شبكة المربعات الآتية لرسم شكل محيطه خمسة وثلاثون وحدة طول ثم أقارن جودة إجابة زميلي ننظر إلى هذه الشبكة ونرسم شكل محيطه خمسة وثلاثين يعني يكون مجموع المربعات أو الأطوال الأضلاع المرسوم منها طولهن خمسة وثلاثين اللي يا رابع وإحنا لما حلينا تحدي واحد وإنت لما تحل تحدي اثنين راح تكون الإجابات هي أعداد زوجية يعني عدد المربعات زوجي هسة الخمسة 35 هي عنا عدد فردي، لما نرسم شكل محيطه 35، اطلعوا معي شو عملت أنا، رح نواجه مشكلة بالنسبة للعدد الفردي، انظر معي ورح تشوف كيف معي بالحل. بدأنا أول إشي بدنا نعد طول هذا الضلع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش إذا طول هذا الضلع عشر وحدة طول اللي هي بالمسطرة رح تكون يعني احداشر سنتي طوله ماشي يعني طول هذا المربع واحد سنتي وعرضه واحد وطوله واحد وعرض يعني جميع أطواله متساوية نكمل الآن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هون أيضا خمس وحدات هون عندك اثنين واحد اثنين هون ثلاث 11 عشر وخمسة صرنا 16 17 18 ثمانية وتلات واحد وعشرين نكمل واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة خمسة وين وصلنا إحنا واحد وعشرين وخمسة ستة وعشرين. هون عنا واحد سبعة وعشرين هون واحد ثمانية الآن ركزوا معي لما يكون عنا عدد فردي شو بنعمل نأخذ نص هذا الضلع مع النص هذا بصير عنا واحد يعني نص ونص واحد وهون عنا نص هذا المربع ايضا واحد هون واحد وهون نص ونص واحد رابع اذا اجاك عدد فردي بنرسم شكل محيطه فردي رح ناخذ نص المربع مع النص المقابل له عشان يعطوني واحد صحيح ماشي نص ونص واحد وهون واحد يعني نص هذا المربع ايضا واحد بنكمل هون واحد هون واحد وهون واحد وهون اثنين هلا رح نقوم بالجمع لازم يطلعوا 35 11 و5 16 17 18 و3 21 21 و5 26 27 28 29 30 31 32 و2 34 شو ضل عندنا الواحد من وين راح اجيبه هي نص هذا مع النص هذا نص الضلع هون مع نص الضلع هون بعطوني واحد نص ونص واحد بيطلع المجموع 35 وحده طول مفهوم يا رابع هي جاهزه عندك الرسمه ويعطيكم العافيه